نانسي عجرم تنشر صورتين لطفلتها الثالثة ليا. نشرت الفنانة نانسي عجرم صورتين جديدتين لها ولطفلتها الثالثة ليا، ظهرت في إحداهما وهي تعانقها بحنان وعلقت عليها صباح البراءة. نانسي عجرم لم تكشف حتى الآن عن وجه ليا، لكنها كانت قد أشارت في وقت سابق بأنها تشبه والدها الدكتور فادي الهاشم كثيرا. من ناحية أخرى، نشرت نانسي عجرم تغريدة مبهمة أثارت التساؤلات، جاء فيها: أكثر ما يثير صمتي في وقتنا هذا نفاق البعض والمثالية التي يصطنعونها، للتأكيد على انزعاجها من كذب تعرضت له واكتشفته. نانسي سوف تطل في الموسم المقبل من برنامج The Voice Kids إلى جانب محمد حماقي وعاصي الحلاني، كما أنها تتحضر لإطلاق أغنية جديدة إلى جانب تحضيرها لألبومها الجديد. شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.